طيب معايا عبر الهاتف الآن أحد أهم لاعبي المنتخب التونسي على الإطلاق طوال السنوات الماضية، وكان واحد من نجوم مباراة اليوم، الكابتن يوسف المسكني لاعب المنتخب التونسي. يا كابتن يوسف، مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. مرحبا أخويا، مرحبا جميع المستمعين. سعداء جدا بتواجدك معنا، وبالتأكيد بنهنيك النهاردة على الفوز في المباراة الودية أمام المنتخب المصري. الله يبارك فيك أخويا، الله يبارك فيك. شفنا اليوم مباراة ممتعة بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري كالعادة. كالعادة، أنت واحد من أهم الركائز الأساسية في المنتخب التونسي، ومنتخب تونس نشعر وكأنه في مرحلة جديدة من البناء والطموحات على مستوى البطولات في الفترة القادمة. كيف ترى مستوى المنتخب التونسي في الفترة الحالية؟ أكيد يعني المنتخب التونسي دائما يكون عنده لعيبة صغار يدخل الفريق ويعاون الفريق يعني في السنوات الجاية. منتخب في لعيبة صغار وإن شاء الله يعطوا الإضافة للسنوات القادمة للمنتخب إن شاء الله. هل كنتم متوقعين الأداء، أداء منتخبنا الوطني النهارده المنتخب المصري في هذه المواجهة يكون بالشكل ده؟ لا أكيد صراحة، مش نكذب عليك، مش أقول لك كنا متوقعين نسجلوا هدفين يعني في 7 دقائق. يعني ولا حد كان يتوقع تسجل على مصر في 7 دقائق هدفين. بس الحمد لله وين سجلنا هدفين عرفنا وين كيفاش نقفوا في الملعب. وحافظنا على الهدفين وكملنا بعد شوط ثاني نفس الشيء وسجلنا هدف. المنتخب التونسي كمان على المستوى الدفاعي قدم مباراه كبيره جدا قدام خط هجوم قوي جدا لمنتخب مصر، في طبعا محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش. اكيد يعني منتخب مصر في اي لحظه ينجم يسجل، ينجم يخلق الفرص في اي لحظه. امكانيات كبيره للمنتخب المصري، احترمنا الشيء هذا بعد تسجيل الهدفين. عرفنا كيفاش نجريوا المباراه ونطاق المباراه خاصه. وبعد ما قبلنا الهدف الاول من المنتخب المصري عرفنا كيف نفس الشيء نهزوا المباراه لاخر الوقت وسجلنا الهدف الثالث. النهارده عدد كبير من اللاعبين التوانسه موجودين في الدوري المصري، يوسف المسكني واحد من اللاعبين اللي لهم شعبيه هنا بين الجمهور المصري، ودائما وابدا اسمك يتردد في الماركت المصري والسوق المصري ان يوسف المسكني ممكن يبقى موجود في احد الانديه المصريه. هل الكلام ده كان موجود طوال الفترات الماضيه؟ والله شو اقول لك، الحمد لله واحد دائما يكون محبوب في بلد كما مصر وشعبها. طوانا عندي عقد مع النادي العربي 2 سنين، ويعني الاشياء هي صحيح كانت قبل، بس في الوقت الحالي ما في شيء. كان في قبل كده وقتها، وقتها كان انا ما اتذكر كان من الاهلي مظبوط؟ لا ما اعرف والله ما اعرف. كان في الماضي. لا خلاص، ما هو اللي فات مات يعني، ده في الماضي. لا 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 انا اقدر، انت راجل مرتبط بعقد دلوقتي وانا متفاهم، انا بكلمك في الماضي يعني. لا لا لا. طيب ايه رايك في حاله الحاله اللي عاملاها اللعيبه التوانسه في الدوري المصري؟ شعبيه كبيره للاعبين التوانسه في مصر، اصبح الماركت المصري مهم جدا للاعب التونسي انه يلعب هنا في الدوري المصري. بتكلم في علي معلول وفي جاني ساسي على سبيل المثال وسيف الجزيري، اسماء كبيره لعبت في الدوري المصري، رايك ايه في التجربه دي؟ اكيد يعني اللاعب التونسي يطمح باش يلعب في الدوري المصري. الدوري المصري يعني الناس كل تشوفه، الناس كل تتابعه، يعني نقطة تحول لكل لاعب. الحمد لله يعني في السنوات الأخيرة كان عندنا برشا لعيبة في الدوري المصري، وخاصة اليوم أعطوا الإضافة كبيرة كما ثابت الدين جزيري، حمزة مسلوفي، نحبش نقعد نسمي علي معلول خاصة، يعني فرجاني ساسي، يعني نحبش نقعد نسمي برشا خاطر برشا تعداوا على الدوري المصري. وكما قلت لك الحاجة الباهية اليوم أعطوا الإضافة للدوري المصري. علي معلول خاصة، انت قلت علي معلول خاصة، علي معلول سنوات طويلة مع النادي الاهلي ونجاحات كثيرة، رأيك فيما يقدمه علي معلول تحديدا مع النادي الاهلي؟ اكيد يعني علي معلول انا من رأيي يتسمى اسطورة من اساطير الاهلي، يعني نصور الالقاب اللي هزها مع الاهلي الناس كل تحلم بها، ان شاء الله يا رب يبقى عليه فترة ويكمل انجازات مع النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن يوسف المسكني قائد المنتخب التونسي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واحد من اهم المواهب العربيه على الاطلاق، يعني لعيب من الزمن الجميل، يعني عنده مهارات كبيره جدا واداء مميز جدا دائما يوسف المسكني لاعب المنتخب التونسي. كنت سعيد وتشرفت جدا بتواجدك معايا عبر الهاتف.